بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. ولكن الخل الوفي ليس من مستحيلات النادي الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 761. يبدأها الخل الوفي بحديث عن الخل الوفي. خير، يعني المقولة اللي بتقول المستحيلات الثلاث، الغول والعنقاء والخل الوفي. آه، وكأنها في إشارة، يعني الاثنين الأولين ما فيش حاجة اسمها غول ولا عنقاء. آه، وحطوا معهم الخل الوفي من المستحيلات. والخل الوفي هو الحبيب الوفي، الحميم الوفي، الصديق الوفي، الأخ الوفي. وكانت تقال في مبالغة على أنه قد ندر الإخلاص والوفاء في هذا الزمن، ولكن مع النادي الأهلي كان دائما وأبدا الخل الوفي ده هو ضلع من أضلاع حدوتة النادي الأهلي. والخل الوفي هنا كل المنتمين إلى النادي الأهلي الذين كانوا لا يرون إلا مصلحة النادي الأهلي ويدعموه فيحقق ما يحققه من إنجازات رائدة ورائعة. ولكن دي تفاصيل هنكملها مع سياق الحلقة.